بعد ما تم خطفه من 26 عام في عام 1996. هكا تم العثور عليه على بعد أمتار من منزل عائلته. الفيديو اللي تشوفوا فيه يجينا من بلدية الجديد من ولاية جلفة اللي تبع 300 كيلومتر على العاصمة الجزائر، وبالتحديد يرجع بينا الليل 12 و13 مايو 2024. في الفيديو نشوفه في راجل موجود في وسط كومة متبن ويظهر عليه الاستغراب. السيد هذا اسمه بن عمران عمر، عمره اليوم 42 عام. السيد اللي تشوفوا فيه اختفى وهو عمره 16 عام من 26 عام التالي، وقتها تم اختطافه وعائلته ما عادش تعرف عليه حتى شيء. بعد سنوات هذه يتلقى في البلاصة هذه، هي عبارة على زريبة للأغنام، بتحديد كان موجود في وسط حفرة مدورة بالتبن. الزريبة هذه هي على ملك جاره، يعني تبعد بضعة أمتار على منزل عائلته الصغيرة والموسعة. كيفاش تختف؟ المعطيات الأولية تقول أنه بن عمران عمر اختفى بعد ما أعلم عائلته بأنه باش يغادر المدينة اللي يسكن فيها المدينة أخرى، لكن في الحقيقة هو كان قريب منهم جدا، خاصة أنه بلدية الجديد هي منطقة صغيرة والسكان يعرفوا بعضهم مليح. ولد عم المختوف في تصريح للعربية الحدث هكا حكي على تفاصيل العثور عليه. دخلوا للجماعة إن شاء الله توعنا وفتشوا كلش، فتشوا الشنابر، فتشوا السكنة قاعدين، حتى دخلوا الجراج الداخل كان داير فيه نعاش تميتين وقرط، كان هو مدرقو في التبن، باني له سجنة بالتبن. والإنسان هذا ولد عمي أنايا كان قاعد كما يقول لك احنا ماناش عارفين، ممكن في عالم آخر والله. حتى دخلوا الجراج الداخل كان داير فيه نعاش تميتين وقرط، كان هو مدرقو في التبن، باني له سجنة بالتبن. والإنسان هذا ولد عمي أنايا كان قاعد كما يقول لك احنا ماناش عارفين، ممكن في عالم آخر والله. لاخاطش كي صدم عليه خالو نوضو لقاه، قال له عرفتني؟ قال له عرفتك. قال له شكون انايا؟ قال له خالي بشير، وبدا يسمي فيهم. وقال له وعلاش ما بلغتش ولا ما خرجتش ولا ما عرفتش؟ ما باش يهضر، ربما توفى والله، خاطش كيما يقول لك دورنا بالعام وبالزوج وبالثلاثة ما بانش. لكن كيفاش تم العثور عليه؟ المعطيات الأولية تقول أنه صار خلاف بين الخاطف اللي عمره 61 عام وهو موظف وهو في الأصل جار المختوف. الخلاف صار بسبب ميراث مع واحد من أقاربه اللي قرر أنه يهبط على وسائل التواصل الاجتماعي ويقول أنه السيد هذا خاطف شخص من قرابة 26 عام، وهذا ما أكدوا بيان صحفي لوزارة العدل الجزائرية اللي قالت إنها تحركت بناء على شكوى كان قدمها خو المختوف بعد ما صار تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. بن المختوف على واش برازة؟ قدم رازة ولا واش قلت عطي رازة؟ قال لها ما عندكش من عادية راك عارف الرازة. بن المختوف كتبتها في الفيسبوك خرجت وحاولت فات قاعد قلنا ما كانش من نهارين وثلاثة، ومن بعد حتى لي البارح وبالوقت تم القبض على الخاطف اللي حتى في المحاولات اللي قاموا بها عدد من أقارب المختوف أنهم يتصلوا به ويسألوه هل فعلا أنت قمت بخطف بن عمران عمر وهو موجود عندك، إلا أنه أنكر وقال لهم زيدا كان تحبوا تجمو تجيو تتثبتوا وتشوفوا هل أنه أنا فعلا خطفته وإلا لي. فخيروا العائلة اللجوء للشرطة. كما يقول لك خالو ولات لافامي تاعو كل زدموا السيد، هضروا معاه عادي، يهضر معاهم ببرودة وما حس عليه عادي، ومدلهم المفتاح وقال لهم دخلوا للسكنة ودخلوا فتشوها. وانا راني قلت لكم ما كانش، وانتم راكم كذبيني،
قلنا له يا ودي احنا ندخلوا نفتشوا لان الحديث راه طرق في البلاد، اذا كان كاين راه الدوله تاخذ اجراءاتها ودير اللي دارتها، كان عاد ما كانش ثاني ترفع عليك الحديث وحنا ثاني ترفع علينا الحديث. وبعد العثور عليه بداية الحديث على مؤشرات يمكن لو كان تم الانتباه لها كان من الممكن العثور عليه من سنوات، كما مثلا الصورة هذه فيها بن عمران عمر وهو شاب عمره 16 عام ومعه كلب. الكلب هذية القاوه بعد زوز أسابيع من اختفائه قدام منزل الجار الخاطف. الكلب كان يمشي غادي ويقعد ينبح بالساعات، ومن بعد يتلقى ميت وهو مسموم في نفس المكان هذا.